طلع الحاجة كويسة اللي عندك. في حاجات ملهاش لازمة. طب والله العظيم بتكلم جد، مش عندنا هدوم في البيت ملهاش لازمة بصراحة؟ هتلاقوا، دور، ممكن احتمال شرابي يا اخي، تمام، هتلاقي ممكن في جاكيت والله ادم، تمام، وانت ما بتحبش تلبسه، له لازمة بس انت ما بتحبش تلبسه، صح؟ خلاص. عندك هتلاقي عندك حاجة منها ثلاث اربع حاجات، منهم واحد حلو بتحبه بس عندك منه بدايله ثلاثة أربعة. طب ما تطلع واحد حلو، يعني مش أوحش واحد، ويا سيدي مش هقول لك أحلى واحد، لو طبعا تقدر يا ريت، بس إيه، حاجة حلوة، حاجة اللي هو وأنت بتطلعها كده أهو تحس بوجع الفقدان، اللي هو إيه، تفضل لآخر لحظة متردد. على فكرة ده مش بس معناه، يعني انا عارف ممكن واحد يقول لك ايه التردد ده مش كويس وبتاع، سيبك انت بس مش من كويس وبتاع، مش هنبص في الحته دي، انا بس عايز اقول ايه، دي دلاله عن ان الحاجه دي قلبي متعلق بيها، صح؟ صح؟ ما دام قلبي متعلق بيها وطلعتها، كاني بعلم قلبي ان مش كل حاجه انت متعلق بيها هتفضل معاك. متعلق بيه طلعه، متعلق بيه طلعه. وعلى فكرة وده اللي النبي صلى الله، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله مع الأنبياء. هو سيدنا يعقوب كان متعلق بمين؟ بابنه يوسف، صح؟ إيه اللي حصل؟ غار الله عز وجل على قلب يعقوب، على قلب يعقوب، فأخذ منه يوسف. ولما أقام العبودية في بعد يوسف رجعه له. حصل مع مين تاني؟ سيدنا إبراهيم لما كان متعلق بسيدنا اسماعيل، قال له اذبحه، اذبحه. انا بقول لكم في حاجات كتير في حياتنا احنا بنفقدها مش عشان خاطر حاجه، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب لك ان يكون في قلبك الحاجه دي وحاجه تانية، اسف، ربنا وحاجه تانية، فياخدها منك عشان ما يفضلش حاجه تانية. وفي ناس ما بتفهمش تعمل ايه، تفضل تعيط على حاجات تانية. ولو كان قدم ربنا سبحانه وتعالى في قلبه ما كانش والله الحاجة ضاعت.